الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة تعرف مشاركة ثلة من الباحثين والأساتذة الجامعيين المتخصصين في مجال الطاقة، وتهدف إلى خلق جسر للتواصل بين المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم. وجدون للنقاش وتبادل الخبرات وتبادل الآراء وتبادل الأعمال العلمية حول ماهية المستقبل الطاقات المتجددة والطاقات المستدامة. وأنتم تعرفون أن المغرب سباق وكان يعني على المستوى الإفريقي وعلى مستوى الدول العربية كذلك الأول في استخدام هذه الطاقات والاستثمار في عدة مشاريع، من بينهم مشاريع عالمية، مشروع نور كما تعلمون في جنوب المغرب. هذا يبين أن المغرب أعطى أهمية لهذه الموضوع. يضم حوالي 200 مشارك من القارات الخمس، يغطون مجالات متعددة في مجال الطاقات المتجددة وكذلك في مجال التنمية المستدامة. كما تعرفون هناك ارتباط وثيق بين الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، والموضوع كذلك هو أن هناك مشاركة مهمة من طرف باحثين مغاربة من جامعات مغربية، وهذا يؤدي بشكل مباشر إلى تطوير التعاون. التجربة المغربية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة كانت بدورها في صلب النقاش بالمؤتمر، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وإحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية الرامية لتغطية 52% من الحاجيات الطاقية للمملكة في أفق عام 2030.